منو بناة المستقبل؟ الشباب. الشباب بيهم قدرات متميزة وعندهم عقليات وبيهم يعني بيهم قادة قادة، لكن يحتاج لهم شنو؟ ظهور وممارسة السلطة الحقيقية، ويمكن يستمر آنذاك. ولذلك أعتقد دائما إذا الشارع يرفض، هسه ما أدري الشارع إيش قد كمية الرفض مالته بعد ما خذته أني، لكنه مع ذلك أنا أعتقد طالما هناك رفض، طالما هناك تيار صدري ما نعرف ما بالمناسبة تيار الصدري ما يهمه، متعددة أصلا متعددة ما يعجبه بعد. ليش؟ لأنه انكشفت الخطة، انكشفت يعني بالتطبيق الأول، الآن كلهم عرفوا شلون يشتغلوها، وهو كتلة كبيرة، فإذا سانت له 1.7 1.9 وإن شاء الله 1.20 هو ما أخذ استحقاقه، ولكن بذكاء بملحظ الشارع إذا كان ليش أخسر الشارع؟ ما أخسر الشارع، وعليه أنا أحاول أن أقف بجنب الشارع.